صراحة أنا ما كان بغيش نضرب في هذه المواضيع حيت كان أعطي الرأي ديالي والرأي ديالي شي قلق شي ناس. الناس ما كيتقبلوش احترموا الرأي ديال الآخر. أنا عندي رأيي وانت عندك رأيك وكل واحد عنده الرأي دياله. يعني ما كلاش تهيتيني أنا حيت إذا كان الرأي ديالي مختلف مع الرأي ديالك. يوسف معكم نشوف في أحسن رياكشن خطيرة جدا في طبيعة الحال. يوم عاوتاني فيديوهات كتار وغادي نهضروا على الموضوع اللي داير جدل بزاف. فهمتي الطلاق ديال ابو جاد وهذيك مراته وعلاش هو كيبوستي داكشي في يوتيوب وفي انستغرام وداكشي. يعني نهضروا عطاو راينا ومن الرياكت ونضحكوا وحنا مجموعين. ما تنساوش لايك تابوني ما كنتش ابوني كنلاحظ بزاف ديال الناس ما ابونيش فلاشين وكيتفرجوا وكيتبعوني تابونا. وراه كاين واحد البوطونه حمراء تما كليكي عليها باش يبقى يوصلك اي فيديو جديد. يعرفني هاد الصوت هذا قرب على مالك بغيت نقولك واحد الحاجه. شني صافي باغي نسالي ياك هادي هي الهضره الثانيه ديالك. يلا درتها هاد فين مزيان. الو الو الدري راه مصاحب راه الواليدات ابداع. هذا سميتو ابداع فهمتي. عندما يبدع العقل المشرمل. الجواج اللي كنتو كتعايرونا به هانتي كبرتي واش كاين شي حد واش جا شي حد واش بان شي حد واش بنتك تخطبت غطليتوه نتوما بغيتو تطليونا حنا طليناه. يلا تهنوا عتمارة والمواعن والفشوش ديال الرجال والله لا بخير. يا ما خدينا المعيور على هاد الجواج. ايه صراحة الدرية كيعانيو الدريات كيعانيو بزاف في هاد البلاد. اون فوا كتوصل لواحد العمر فهمتي كتبدا كتشرف كتبدا كتكبر ديك 30 فهمتي كتبدا تفوت 30 وما تزوجاتش ناري. هي صراحه عادي شي حاجه عاديه طبيعيه ماشي شي حاجه اللي واو. ولكن في المجتمع ديالنا ديما تيبقاو يشوف فيها بواحد النظره واه ما تزوجتيش كيبقاو يقولوا لهذوك الدريات ومسكينه ما تزوجاتش. صراحه خايبه اقسم بالله. خويا دري دار عمليه الله يشافي ولكن راه الثلاجه فرحانه الدعوه زايه يمشي تحيدوا الصادق ترى باقي شهر ناري شهر ديال لابونمون فاش يبرا عاوتاني فاش يبرا رجع رسم لي الدخول عاوتاني باش تبقى مفتح ديما بدانون. استاذ اللي ما فهمش شي حاجه يسول. انا هنا باش نشرح ليكم. انا استاذ ما فهمتش استاذ. شكي بالبرزة فوالا اساتيدة سنو ديما نبقى نهضر على الاساتيدة حيت دوزتوها علينا امكم فهمتي. شي اساتيدة صراحة ما فهمتش عاود اللي ما فهمتش شي حاجة يقولها ليا وفاش تقول له تيبقى يسمعك الهضرة يقول لك فين كنتي انت كنتي كنتي هنا فين كنتي. فاش كتشري سبرديلة بيضاء وكدوز من حدا صحابك. علق نتوما ديرو هكا سير اختي نتوما خطبوا الرجاله هاد الزمان راه بحالك الراجل راه بقيتي كتسني تما بقيتي. نوضي اختي نوضي نوضي اختي هزي امك وهزي القوال والسكر وسيري خطبه الا بغيتي تعيشي مع الراجل الا بغيتي تسني تيجي انت تما بقيتي تما. يلا الدريات اللي كتعرف شي واحد مصاحبه معاه وضربه معاه الكيلومتراج تشي تزرب عليه تشنق عليه سير لدارهم ديري جوج من الحاجه. هكا البارود العطسة ديال المغربي ولا ديال المغربية بوحديتها فهمتي. ولكن كلشي على العطسة ديال العربي ناري عالم. اشد غنحيدك راسك سعد الميخي افرج عليكم ولا شوفوا يطفقوا علينا دائما هبط عندي نتحاسبوا هبط هبط. شرب ماشي والله لاباس لي يدو لاباس لي يدو فين هي السناطح ديالكو انت راه شد بنادم ندير ليه مساس الليلة دياني قولوا انا قلبي طارق انا روحي طارق انا حياتي طارق انا كل قلبي طارق انا عمري طارق انا عيوني طارق انا حبيبي طارق انا طارق جيب لي الخيط ديالي وجيب جيبي زار معاك هذيك المانطا لا تدخل لي قال الزغف فمي فهمتي ما تتنهد من فمي. جي معاك ليزار وجي معاك الخيط اللي ديتي من هنا خيط ابيض ابيض خيط ابيض. طارق عندك الزريمه تيتيز البيض مقصر ولكن ادخونا هذا خيط ابيض ما عندكش مع الزر الصاط بالروج. يا ماما نشي انا تقيت على الجيران تحتانيين وانا نقول لا سمحي لي يا خالتي معايا الله تزوجت وبنتك لا تلفت على جبار.
قول لها ماما عافاك فين جات القبله هكا. واخا شحال باس لهاد الماء عندكم؟ ماشي بحال المنطقه ديالنا فين ساكنه انا، عندنا الماء زوين كتشربوه عادي زعما. منطقه ساكنه في فهواي اش نعرف هاد الدريه نهار تختبرت دايره ستوري ودايره فيها هكا، دايره الخاتمه دايره هكا. سبحان الله كيف تاخروا الناس بشي هما اللي يقزوا دوك القروده في الكومونتير. الزواج راه شي حاجه عظيمه عند الله، عرفنا شي حاجه عظيمه عند الله وانسان كيكمل دينه وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما قالكش عيق من تزوج دري تبقى تعيق على صحاباتها، ما قالهاش. بنادم يبقى يفهم الدين شويه عاد يهضر. فاميلا صافا اش اخباركم؟ كيف دوزين نهاركم؟ بعد اول حاجه ميرسي بوكو على لي ميساج ديالكم. انا الحمد لله فرحانه اليوم حيت غاديه نشوف الفاميلا في مكناس. والله الا صدقوني في كل مره كنكون غاديه لشي مدينه وغادي نتلاقى فيها الفاميلا كنكون صافي هذاك هو النهار الواعر عندي في داك السيمانه ولا في داك الشهر والله العظيم، وهو هذا النهار هذا تبروج ولا كيبان باقي فيها الحال صراحه حسن. مي باز عليها خليها يعني تنسى وتفوج وتكمل. ولكن ابو جاد صراحه انا ما كنبغيش نهضر في هذه المواضيع حيت كنعطي الراي ديالي، والراي ديالي شي قلق شي ناس، الناس ما كيتقبلوش يحترموا الراي ديال الاخر. انا عندي رايي وانت عندك رايك وكل واحد عنده الراي ديالو، يعني ما كاينش تهيتيني انا حيت الا كان الراي ديالي مختلف مع الراي ديالك. انا تنظن انه ابو جد هو حر، فهمتي؟ هو حر وهي حره حيت تطلقوا وكل واحد منهم يعني حر يتزوج ولا هو يتزوج يعيش حياته، يعني شي حاجه اللي عاديه. ولكن كنظن ان الناس ما عجبهمش الحال حيت ماشي من الانسانيه ان راجلها السابق ينوض ويبقى يبوستي داك الفيديوهات مع مراته جديده وداك الشيء، كنظن ماشي بلان وماشي من الانسانيه وحشومه صراحه. يعني كان يعني انت حر دير اللي بغيتي في حياتك ما تبوستيش داك الشيء ابار سا وموفيز افير انك تبوستي حياتك العاطفيه في انستغرام. اقبح حاجه ديرها هي تبوستي شي حاجه عاطفيه ديالك في انستغرام ولا في السوشيال ميديا اون جينيرال. ديما خصك تخلي حياتك العاطفيه ابار. هذه نصيحه خذوها اخوتي لي زانفلونسر ابار سا، يعني عيش حياتك اخويا، بغيتي تزوج تزوج، بغيتي تطلق حتى هي تزوج تزوج، عيشوا حياتكم. غير كان عليك تعطي واحد الفتره تخليها هي تنسى واصلا ما تبوستيش انت داك الشيء في انستغرام. هذا هو الراي ديالي انا. ضرب واش يجن في الحمام هذا ولكن مغني ناضي الله يسهل عليك. انتي يا ادماك انتي يا انا وانتي اللي بايا انا وانتي يا صراحه انا ما كنبغيش نهضر في هذه المواضيع حيت كنعطي الراي ديالي، والراي ديالي شي قلق شي ناس. الناس ما كيتقبلوش يحترموا الراي ديال الاخر. انا عندي رايي وانت عندك رايك وكل